السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل طريقة عمل الهمبرجر. أول حاجة المقادير: نص كيلو لحم من الفخاد، الفخدة اللي هي دي طبعا، أحمر مفروم، ونص فنجان لبن، ونص فنجان بقسماط ناعم. بقسماط الناعم قولوا عند أي بقال بقسماط ناعم. وبعدين وبصل صغير مفروم وملح وفلفل. الطريقة: تخلط جميع المقادير، يعني هتدمج جميع المقادير وتشكل الى 6 مس 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 لو شكل همبرجر. جدعان ايه يعني 6 اشكال. والبصمات اهم حاجة عشان تعملوه بالفراخ، وتدهنوها بزيت او سمنه، ثم تدهنها تهدي النار كده شويه يعني، وتترك حتى تنضج عشان لما تستوي كده ده انت هتعمل طعمك ده خيال ده. وتقام بين شريحتين توست، او تجيب عيش الهمبرجر مش مهم، توست اي حاجه، وتحط معاهم تقلي بطاطس، تقلي بطاطس، تعمل حاجات. يلا السلام عليكم، النهارده